موضوع صعب قوي. رامي 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 صباح الفل. صباح الخير. انت بتصورني بالشكل ده؟ يلا بينا ولا ايه؟ لا اقعد قلت لا هو النهارده والله ممكن انام ساعتين كمان يمكن نحتاجهم. لا 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 مش طيب في اخرين المره دي بقى عايز افوق بس كده. بصوا احنا عايزين نقول كلام كتير بس انا لسه مش فايق فتعالوا نروح نفوق ونيجي تاني. سليمان الحلبي اللي انتوا شايفينه ده دي الحاجات اللي بتحصل من ورا اي فيديو عادي. ده بيبقى اسمه سيت اب كده علشان نعمل لكم محتوى مختلف. فبنقعد في الحوار ده حوالي 3 4 ساعات قبل ما نصور وبعد ما نصور 3 4 ساعات كمان. الجزء ده هناك مكركب. بص ده كمان مش راجل فالموضوع بايظ مننا خالص. جت فيك؟ ثانيه واحده بيبو خلاص فعرضك يا سي السيد. خلاص قال لي سي السيد. قال لي الاسم ده اللي انا بحبه من مراتي. Hey girl, are you want to hang out? هنجاوب نتسكع سويا. بص يا جماعه المفروض قبل اي حاجه اصلا انت المفروض تطلب لنا فطار. عايزين بقى فطار ايه بقى؟ ايدك الحلوه دي ممكن اومليت بالفلفل الاخضر، بيض بالبسطرمه، كام بيض مسلوق، جبنه رومي. مش لا لا انا ممكن اعمل لكم كل ده سهل. اطلب الحاجات واجي معايا. انت ورايا ليه؟ ورايا ليه؟ على الطلع شكله مش بيطلب حاجه اصلا. يا جدعان فين الحاجات اللي ما هو فين الفول؟ موجود سندوتشات فول. امسك استنى بس احنا فين على جبن. انت بتصور ايه؟ ايوه فين الاكل اللي من ايدك؟ ما ده نفسي اهو. انت مش لسه واخده من ايدي؟ ده انا كمان عليا صبت بيبسي من الكنز. وبتشغل دماغك؟ انا مش شغلتهاش لسه. فين الاومليت؟ موجود جبته برضه. مفيش سندوتش اومليت؟ لا في. يا عيني هتموته. بص يا حبيبي ها انت بتعمل ايه؟ شغل الاستعباط ده مش عايز. على فكره مش استعباط، انا عامل امبارح الفطار من ايدي النهارده اكل فطار من ايدي. انا ما اكلتوش. ماليش دعوه انا عملته من ايدي. مش علشان تجيب مشتركين تعمل كده في اخوك. لا طالبين حاجات مستحيله. مفكروا نفسكم في ايه؟ في الماير ريدز. بس انا لو مش ماسك الكاميرا هتعمل كده صح؟ اقسم بالله اسف وربنا اسف ما كانش قصدي. طب بص 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 احنا خمس سنين دول احنا فيها. هو بكيسه جه من عند الراجل يروح للراجل بكيسه الراجل بقى يشغله ويجيبه بعد اذنك. يعني ما مش طريقه بصراحه. جرب نفتحه ونشوف هو شغال ولا لا. فاول شوف الواد ده بيكسح والله العظيم. متسلل متسلل يا ابني ده عليك. ايه ده؟ حمار برخصه. هو ايه الحمار برخصه؟ انا لسه ما طلعتلكش رخصه. حلو. ليه ايه ده؟ انا خسرت حساب نفسي. انا فشخ. احنا لسه مخلصين لعب. احنا لعبنا اول مره في حياتنا لدرجه ان احنا زهقنا وجسمنا عرق. احنا عندنا كذا ميعاد. انا عندي فرح. دول هيجي معايا الفرح. رامي مش هيجي. اطمن على اختي واشوف امي عامله اكل ايه بصراحه. الحاله ضنك وراح تقل عليا شويه. انا مال امي؟ انا مال هي اللي جت في سكتي. انا رايي ان احنا نروح نغير. خالد انا بقيت من شباب الزمالك يا خالد. اكتب عليها خطوه بس. دي فرنساوي. فالمفروض بقى ان احنا نشرب القهوه دي عشان تدينا الباور وتدينا القوه. يا رب الموضوع ده ينفع. ان هو لو نفع انتوا هتشوفوا كميه فيديوهات بس هنحتاج كميه من الحاجات دي. عندي مشكله واحده في بتاعت ايه؟
ما بحبش القهوة الفرنساوي بس انا بحبها. المفروض ان ده اهدى جزء في القهوة لان احنا معانا انواع كتير من نجرب اول ليفل ونقول بسم الله. تقيلة قوي. انا خلصت اهو. مش محتاجين تشوف اي كوباية. مش عارف هنقدر نكمل تصوير برا ولا لا. يلا بينا. بص يا جدعان. انا اخيرا جيت البيت قلت اقعد مع العيلة شوية. انا هنا وانا بصور نفسي ونفسي وهو بيصور نفسه فنفسه بيصور نفسه. حد شايف حاجة؟ ففي موضوع كبير قوي جوه. ده اكبر سيت اب احنا عملناه. عجبني قوي لحد دلوقتي بصراحة. السرير ده بينور. انا اللي عامل الديزاين. بصوا بقى يا جماعة. شكلهم بسم الله ما شاء الله. كل ده بسببكم انتوا مش بسببي انا والله. بص عشان تعرفوا محدش عملها ان هو يخلي الدباحين او الناس بتاعته يبقى ليهم در. دباحين التوينز وهنا وولفكس التوينز. وولفكس ليه در وولف ليكو در وانا ليه در وجرجس ليه در. ياه جرجس كمان بره. المفروض دلوقتي ان احنا في اليوم الثاني هو احنا اوريدي خلاص بدانا نهيس. دلوقتي الساعه 7 الصبح فاحنا قلنا ان احنا بقى ايه يعني نفطر بدري ونعمل كل الحاجات اللي كنا بنعملها بدري وبدال ما نصور فيديو ترينز 2 في اليوم هنصور فيديوين في ترينز 2 ده ممكن ياخد اكتر من يوم بس يعني هنجرب. فهنبتدي دلوقتي ان احنا ناكل. كده يا جماعه خلصنا فطار نروح نضرب الشوت الثاني بتاع القهوه علشان نحاول نكمل التحدي. بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا قدامنا كام ساعه يا جرجس؟ بص هي الساعه تظهر هنا عشان انا بطلت اعد من زمان. فيلا بينا نضرب شوت القهوه. دلوقتي هناخد تاني كيس بس هي برضه من نفس البراند وبنفس اللوجو اللي هو ايه؟ قهوه الارض. مش عارف ايه اللي هو تحسه ايه؟ لما يعمل منها جزء تاني قهوه سكان الارض. لما بقى ينزل بالسيزون في الهالوين زي دلوقتي قهوه سكان الارض والجحيم 95% كازولين. القهوه دي بيشربها المتين. لا انا عندي باور عنه بصراحه. هو هيز بدري تحس انت ان الدنيا مزغلله شويه وان عينيك ايه ساقعه. عارف انت لما تكون الحته دي ساقعه. انا قدامي ساعتين وابقى اصحى اصحى يلا مفيش وقت. فدلوقتي انا نقل على شط القهوه. خبير القهوه امسك. الشيف بتاعنا. بص الشياكه بص الفخامه. الله الله الله. انزل لي بقى كده على الايه على الكاجوال ده. تخيل انا لو مسكت السوسته دي كده وقمت عامل كده. بتعمل في البراطيل الجينز شفت؟ لا كانت بتعمل ايام المدرسه في الفسحه. كان شورتس المدرسه بيقلعونا غصب. كان في واحد اسمه احمد نصر كان متخصص يقلع الاولاد. يا عم ما تتكلمش مع احمد نصر ده دلوقتي بقى محامي. هتحبس. دي قهوه ساده. انا ما بحبش القهوه الساده. انا بحب مثلا ايه قهوه بالنوتيلا. جبت منين القهوه النوتيلا؟ شربتها مع واحد صاحب. واحد صاحب راجل بس مش قوي. كذاب قوي. لا مش هو ما كانش راجل قوي. عبد الله. اكيد عبد الله. فعلا كل واحد بيمشي مع اللي شبهه. عشان كده اتولدت معاك. عشان اعدل الكفه المايله. ده انت تجيب دكتور يخيط دلوقتي. اشرب قهوه على احزانك بقى. هات يابا قهوتي يابا. دي لو معموله من فضلات الكنجر كانت انضف من كده. فانا نبلها على بقي واحد بلا بقي. وانا هنمدم معاك. تقيله قوي قوي. احنا بنعمل تحدي من اصعب التحديات اللي احنا عملناها في حياتنا. فاهم حاجه ما تنساش تشترك في القناه علشان انا ممكن اموت منك. انا ممكن اقوم اعمل كده لو انت ما اشتركتش في القناه. لا اصحى. ده غمض ايه؟ فوق. ترك في القناة. عارف لو ما اشتركتش في القناة انا هعمل كده. يا لهوي على طول هعمل لك بلوك. انت بتاكل علف يا لا. شغلت الجرس ولا شغلتش الجرس؟ يبقى ما عملتش اشتراك طول ما انت ما شغلتش الجرس. قلنا ان احنا نستفيد بالوقت اللي فاضل لان احنا قدامنا وقت كتير ومش عايزين ان احنا ايه نقعد زهقانين بقى وعشان ما ننامش. فقلنا ايه يلا نصور تحدي توينز 2 كده. دي اول مره نصور تحديين ورا بعض يعني حتى ما غيرتش التيشيرت. لا بس انا هغير التيشيرت عشان ايه؟ عشان لما الفيديو ينزل على توينز 2 ما تحسوش ان الفيديوين اجزاء. هنا عندكم في الحرم؟ عندنا في الحرم. عندهم في الحرم. هي القهوه بوظت.
وهنا وصلنا 36 ساعة وبدأت الأضرار اللي بجد. صعوبة في الكلام والجسم بيبقى ضعيف وبناكل أي حاجة قدامنا. صباح الفل، احنا دلوقتي في اليوم الثالث في السوق، يعني الكاميرا مش مظبوطة شوية فاشتغل. بص يا جماعة دي بنجرب اللي انت اهو. المنظر عامل ازاي يا جدعان؟ احنا في وسط الصحراء، احنا تون، انت وشك مش باين والعربيات بتزنق علينا. شوية اكشن كده بس بصراحة يفوق، يعني احنا كنا نخبط عربيتين في نفس الدقيقة. مش عشان احنا مش فايقين، لا لا لا، عشان هم مش عارفين يسوقوا. لا مش سبايدر مان اكشن، مش لا هنلعب بيس. لا 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 مش انا واحد، هنفضل ماشيين بنفس المبدأ بيس. ايه ده؟ بص دول حاجة لا انت لا انام والله انام. بص 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 عينيا. لا فوق فوق فوق. اتنين وسبعين ساعة ترجيع وكحة وصوت خشن وهلوسة، ولا بنشوف ولا بنسمع كويس ولا قادرين نتحرك. طب يا جماعة مش عارف اتكلم اصلا، انا هستحمل اخلص اخسر واخسر. الموضوع صعب قوي، انا مش عارف اعمل حاجة مفيدة ومش عارف اقعد، لان انا قعدت هنا ضمن كل حاجة عشان نبدأ صحيح. لا عارفين كل حاجة، انا رميت ماي ساعة في هدومي من ورا انا افضل صعب. عايزكوا كلكوا تصحوا معايا، مفيش نوم النهاردة، اللي هينام هصحيه وانام مكانه. يلا رامي 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 فايق. انا فايق. اغسل وشك. حاضر حاضر حاضر. بص يا جدعان، دلوقتي المفروض ان احنا طلعنا نجيب اكل، جبنا اللي احنا نقدر عليه، ان شاء الله ده يكون اخر فطار هنفطره يعني وننام. المفروض ان شاء الله قدامنا وقت 8 ساعات 6 ساعات حرفيا. احنا بنحاول ان احنا ما نقعدش. اي حاجه دلوقتي مسمينها ايه؟ كرسي النوم، كنبه النوم، حمام النوم، يعني محدش هيعمل اي حاجه، اعملها قدامنا. فاحنا المفروض دلوقتي هنروح. ايه ده؟ عادي عادي. يلا عادل يلا يا اسطى. تنام بالك قد ايه كده؟ خشب صح؟ كده كان قدامنا والله 8 ساعات. خلاص احنا بنخلص. طب قوم يا اسطى، قوم يا اسطى، بيت انا بهناك تسلمين. اقول لك ايه، ما استسلم انا وانت كمل. فكك. طب يا دباحين، بعد لما عدى 100 ساعة لقينا ان في مشاعر كتير غريبة بتظهر زي العصبية، العياط، وتعبنا قوي في اللي ابتدى يكح وفي اللي ابتدى يرجع. فاضطرينا ان احنا هنا نقفل التحدي، ومنصحش اي حد يجرب التجربة.